أن هذه الشعائر تحمل في طياتها معنى الحب والولاء والعشق والفناء في الحسين عليه السلام. فطوبى لكم أيها العاشقون وأنتم تترنمون باسم الحسين لتجددوا عهدكم من أمام ذلك الصبح الحسيني، كوكبة من شباب مؤسسة الفن للحياة التطوعية يتقدمها راية السلام، راية سرايا السلام الباسلة. فحياكم الله وأنتم تمرون من أمام ذلك الصرح الحسيني يا أبطال مؤسسة الفن للحياة، مرحبا بكم وأهلا وسهلا بكم أيها الشباب. فطوبى لكم وأنتم تجددون عهدكم من أمام ذلك الصرح الحسيني. يا الله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى المستشهدين تحت لواء الحسين. السلام على خدام الحسين. حي الله هذه المنطقة المجاهدة التي طالما عشقت وأحبت آل محمد. أيها الأحبة، منذ 5 سنوات ولهذا العام ولهذه اللحظة طالبنا مرات وعدة مرات بتنفيذ مطلبنا وهو مطلب الجماهير، مطلب أبناء ميسان، تنفيذ إنشاء السايد الشارع في طريق الموت، طريق الابتيارة. إلا أننا لا نسمع، مجرد وعود كاذبة وفارغة من كل السياسيين بلا استثناء. لقد جعلوا من شارع الابتيارة دعاية انتخابية كما يقولون وكما يعبرون، فعليهم لعائن الله ورسوله. أين الوعود التي أطلقوها لنا في أيام الانتخابات؟ قالوا سنفعل وسنفعل، إلا أنهم كاذبون وفارغون. نعم، وستأتي إلينا انتخابات مجلس المحافظة وأيضا بنفس الشعارات وبنفس الكذب والزور والبهتان والخدع. أجل أيها الأحبة، فلا تنخدعوا بهم ولا تنغروا بهم، هؤلاء كذابون ودجالون ومارقون وحاقدون يتمنون موتنا. أجل، يتمنون موتنا شلع القلب، لأنهم لا يريدون لنا الحياة، هم جاءوا بالدماء والقتل. أجل أيها الأحبة، شهر كامل، أبسط مثال أضرب لكم مثال، شهر كامل الأخوة المعتصمون المهندسون، شهر كامل فيه باب شركة نفط ميسان ولا أحد يستمع لهم. أجل، استغلوا الشهداء، الشهداء الشهيد شيء مقدس أوجده الله أن نقدسه، ولكن استغلوه، ركبوا دماء الشهداء. أين دماء شهداءنا من أبطال جيش الإمام المهدي، من لواء يوم الموعود، من الحشد الشعبي وغيره من قواتنا الأمنية؟ ألا لعنة الله عليهم، إن شاء الله سيفضحهم التاريخ، وإن شاء الله سنبقى نحن وإياكم على العهد أن نلبي ونستمع مطالب أبناء شعبنا وننادي بها إن شاء الله، إلى أن يقبض الله أرواحنا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتقدم أولئك الفتية من أبطال مؤسسة الفن للحياة التطوعية بتقديم درع الإبداع الحسيني لأبطال مؤسسة مالك الأشتر. فحيوهم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. موقف بطولي يجسده أولئك الفتية من أمام منصة عزاء مؤسسة مالك الأشتر بتلك المواقف البطولية، وهم يطالبون بطريق النجاة، طريق الإمام الحسين. ولكن أسمحت لو
لو ناديت حيا فلا حياة لمن تنادي. جزاكم الله خير جزاء المحسنين أيها النادبون لإمامكم الحسين يا أبطال مؤسسة الفن للحياة التطوعية، وجزاكم الله خير جزاء المحسنين.